تلعب مع التسع دقائق الاولى من بدايه الشوط الثاني بالتحديد في الدقيقه 54 خطا في جول ماركوس. جول ماركوس لبسيتين يبحر بالسفينه الزرقاء في بحار البحرين. لبسيتين السفينه الزرقاء. محمد احمد والتعادل السلبي ما زال مستمر. هنا التقدم ماركوس وهنا التمريره، هنا الخطوره، ممكن فرصه هدف، اول كره لعبت جول.